انا ام فاطمه. يعني 4 عيال يتامى حمل تقيل، فعمهم عم مش حد بيسال عن حد، لا خال ولا عم ولا اي شيء يكون. فانا شوفي انا عملنا غلطة بيتي هناك، لو بحكي حاجتي كلها زي ما انت شايفه الوضع. انا عايزه حاجه للعيال يتامى دول. عشان خاطر ربنا العيال يتامى 4 بنات، اول واحده فاطمه ولاء وايه وجن. محتاجه يساعدوني بس بجوز البنت. صادر بس صادر بس صادر. أنا بعمل الغدا لعيالي عشان جايين من المدرسة، والله العظيم قسما بالله ماشيين من غير فطار، والله العظيم ماشيين من غير فطار. ده مش بياخدوا مننا فلوس في المدارس، طالبين مننا كام 60 جنيه بتاع ده، 80 جنيه ل4 عيال عشان ما دفعناش للكتب. كده كده ما كناش بندفع. الوقت بيقول العيل عليه 20، أنا أخرت عن كده تي هخليكم تدفعوا فلوس المدارس كلها 60 80 جنيه. قسما بالله ما عارفة أدفعهم. انا نفر واحد في التومين، ماليش تومين زي العيال، مش معايا في التومين، انا نفر واحد بس كده. تقوم نفر واحد بجيب بيهم امي وجسد جوز جزاز على يدكم فاضينا. الله يشفي من كل مرض ويحفيك ويجعل كل يا رب بميزان حسناته ويبارك في صحته ويكفي شر المرض وشر البلاء ويخلي لأولاده. اللي يجيب صحني ولا معلقة لبنتي. الحمد لله على يد ربنا. العيال شافوا جيراننا اللي جارينا دول بيسبوا بينزلوا العفش بيهم، يا ما يعملوا قلت لهم يا بنت يسبوا يا امي. احنا نفسنا يبقى عندنا بيت مظبوط وبيت حلو كده. نحمد ربنا يا عيال، نحمد ربنا، احنا احسن من غير كنا قاعدين بالاجار. نحمد ربنا على اللي انتوا فيه. الحمد لله. نفسي اخت فاطمة نجهزها عشان بابايا متوفي.